طبعا انا بشوف حضوركم في شو يعني بتحضروا مع بعض ماتشات كتير، اخرها ماتش الفاينل ده، بس عايز اعرف قصه المدرج معاكي، انك انت تحضري تحفظي اغاني اللي بيقولها الجمهور، التالتة شمال، بنهز جبال، حافظه حاجات كتير جدا يعني، وعايز اسمع منك حاجه يعني، انت وعلي تسمعونا حاجه. ماشي ماشي. اوكي. ذا ستاديوم، ذا ميوزك اتس اميزنج، يعني ذا حركه أول حاجة حفظتيها إيه؟ أول حاجة اول حفظتيها اغنيه. إيه؟ I think it was من تالتة شمال من بتهيألي زمان. بتهيألي من تالتة شمال دي أول حاجة أنت حفظتيها يعني. نو اوه جمهوره داحمه ما اوه حلوه وين ورامه سوري. the music is so amazing. We sing every time that we go to the stadium. Like we lose our voices all دي the حقيقة. time. دي حقيقة. الصوت بيروح. Last بطولات في رياض. We lost our voices. لا لا احنا روحنا كلمنا الروم سيرفيس يا جماعة والنبي عايزين علبتين ينسون، علبه الاوضه كذا وعلبه الاوضه كذا، يعني عشان خاطر بقى احنا ميتين وبنكلم بقى الريسبشن الو عارف اللي هو هو از ذس. فلا احنا بنروح من بتساعدها في المدرج ولا هي لا هي حافظه لوحدها، هي مسيطره لوحدها، حافظه على طول لوحدها، هي بتقود الاستاد. لا طبعا لا ما نقدرش نقول ان هي بتقود الاستاد. لا لا يعني بالعكس بالعكس، في فيديوهات كتير هي بتغني وهم على فكره هم بيحبوها جدا. ده شرف لينا، ده شرف لينا. لا لا دي حقيقه يعني ايه المشكله بجد، حب جمهور الاهلي ده ده نعمه من عند ربنا. اقول لك على حاجه بقى حلوه كمان في اليسي، مش بس جماهير الاهلي بتحبها، يعني مثلا ممكن حد يقول لك طب ما ممكن اي نادي منافس يطلع ينتقدها، بالعكس انت كمان الجماهير بتاعت الانديه المنافسه بتحبك، لان انت في الاول وفي الاخر برضو بتطلعي محتوى عن مصر، فالناس حباكي بغض النظر عن انتمائك لنادي ايه، اكيد بتحسي بده. اكزاكتلي. بس I think even my content about الاهلي لذيذ. Exactly. يعني I'm not hurting anyone. I'm not. It's just me enjoying the experience of football in Egypt. صحيح. ف in this there is like it's a tourism in itself. يعني صح. هي بتقول انه حتى المحتوى اللي هي بتقدمه عن النادي الاهلي ما فيهوش تجريح في حد او ما فيهوش يعني هجوم على حد، ما في مش اوفنسيف او تعصب، فبالتالي الناس قابله ده.